في موضوع آخر، أقرت وزارة الشؤون الخارجية جملة من الإجراءات التي تهدف لترقية تصدير منتجات الصناعات التقليدية والحرف. وعلى هامش معرض تم تنظيمه للترويج للمنتجات الجزائرية حضره السفراء المعتمدين بالجزائر، أكد وزير السياحة محمد بوغازي على أن هذه الإجراءات تهدف لإعطاء بعد قور ثقافي وتاريخي للمنتوج الحرفي. التغطية كانت لأحمد رشدي. وزارة الخارجية الآن شكلت مكاتب للشؤون الاقتصادية على مستوى مختلف السفارات وكذلك القنصليات العامة، وهو توجه جديد بالنسبة للوزارة في أنها تعطي بعد اقتصادي وثقافي وتراثي وتاريخي أيضا بالنسبة لكل المنتجات الجزائرية. منتوج مش ما عندوش بس معنى اقتصادية، في المعنى في المنتوج يعني تاريخنا، البعد الحضاري للجزائر، للشعب الجزائري، لتاريخ الجزائر، وهذا لابد يكون نعرفوه كما مثل كل البلدان الأخرى خارج البلد وداخل البلد. وفي ذات السياق، أكد المسؤولون على أن المنتجات الجزائرية في مجال الصناعات التقليدية تتميز بالثراء والتنوع والجودة العالية، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود بين الوزارات. خلاصة من هذه الزيارة أننا اكتشفنا ثراء وتنوع المنتوج الصناعي الجزائري، وأيضا هناك جودة للمنتوج حقيقة، يعني ما شاهدناه خلال هذا الجولة أن المنتوج الجزائري أولا متنوع ثري وذو جودة عالية. نكثف الجهود مع وزارة السياحة، وزارة الثقافة والفنون، باش نعمل سوا للثقافة الجزائرية والصناعة التقليدية الجزائرية، إن شاء الله تكون معروفة داخل وخارج البلد.